مع الشكر الجزيل للزميل الأخضر بريش. سيداتي أنساتي سادتي أيها الأحبة مشاهدي قنوات بي إن سبورتس الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. المرحلة رقم 25 على الليغا الأسبانية تتواصل اليوم في معقل الريال، في معقل ريال مدريد سان دييغو برنابيو بقيادة كريستيانو رونالدو. ريال مدريد يستضيف ألافيز في هذه الجولة ويتطلع لمواصلة الانتصارات. ريال مدريد بدأ في أيام جيدة في المباريات الأخيرة في الداخل وكذلك في الخارج، لذلك الريال الآن في المركز الثالث في قائمة الترتيب برصيد 48 نقطة، يظل المتصدر والأقوى والمرشح الأوفر حظا لا شك هو برشلونة برصيد 62 نقطة بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد. يعني ما يدخل مع التشكيلة الأساسية، لاعب يعاني من إصابة، لاعب 14 حالة طرد، هذا رقم قياسي. الأدهى من ذلك أن في أتلتيكو مدريد العام كان هذا اللاعب متواجد بقمصان ألافيز لا تلعب المباراة القادمة، المباراة القادمة للريال أمام إسبانيا. كريم بنزيما، بنزيما يحولها في الجهة اليمنى، يتابع كريم بنزيما وكريستيانو يسدد، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الريال الفريق الملكي كريستيانو رونالدو مرشح فوق العادة لتسجيل الهدف الآن لمصلحة الريال. اللعبة عالية بتقدم فاران، طبعا غاب يعني يعمل الفارق في 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 كل زمان ومكان، اللاعب الافضل في الحديث الان في اروقه الليغا. لاحظ الكره المشتركه خرج نبض على الجميع والمرجح الاوفر حظا، لكن المحايدين عشاق الليغا متتبعي مباريات في كلاسيكو قادم، يعني اخر قادم في الليغا، في اتلتيكو، في برشلونه، في فالنسيا، في يعني على اساس ان والله او اي فريق اخر من الممكن ان يحقق اي نتيجة جيدة مع برشلونة تسجيل الأهداف، لذلك مارسيلو. هنا كريستيانو، وكريستيانو يسدد في أحضان حارس المرمى باتشيكو. ناوي عند نوايا 33 هاتريك في الليغا كما ذكرت في هذا الموسم، راح يصل الى الهدف رقم 300 كما ذكرت، 297 هدف ما باقي الا 12 هدف. لاعب لم يلعب امام ليغانز، لكن الفريق الذي يتقدم في هذه اللقطه الضربه الركنيه لعبت، ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول، لا زالت ممكن جول، جول لا، التسديدة إلى خارج أرضية الملعب. كريم بنزيما خرب اللقطة بصراحة، مرتدة سريعة أجينها وصلت إلى المكان اللي كان يقف فيه كريم. لاحظ لاحظ هني هني بدت هني كل شيء صح، كل شيء صح، ما سجل الجول الأول. يمكن مثلا في هذه اللقطة الضربة الحرة المباشرة اللعبة عالية يبعدها جاريث بيل، يسيطر على الكرة ويلعب الكرة، المرور الناجح الأول والثاني والكرة الخطيرة، جول، الكرة اصطدت، ولكن قبل ذلك في مساعد الحكم رافع الراية. هذا عجبني اللاعب لوكاس فاسكيز، ممكن يسجل في أي لحظة. عاصمة الأسبانية وصلت إلى كريم بنزيما، بنزيما يلعب الكرة، الله حلوة بعيدة، بس لقطة جميلة من جاريث بيل. تقدم، شوف يعني هؤلاء اللاعبين الاثنين على وجه التحديد الآن في صراع ذاتي مع النفس. وصلت إلى كريستيانو، كريستيانو مباشرة إلى جاريث بيل، يتعثر، عنده 6 أهداف، واحد عنده هدفين، لاعبين المهاجمين، كريستيانو يسدد، لكن كورت إلى ضربة مرمى لمصلحة ألافيز. معذرة كبيرة أكيد في سان دييغو برنابيو عند دقيقة 29، لا أحد يأتي في المركز الرابع مثلا من حيث صدارة الهدافين. تيو يسيطر، ممكن يتقدم لأن مدافع ألافيز سقط على أرضية الملعب، التسديدة مباشرة من لوكاس فاسكيز، اللاعب اللي عنده 3 أهداف في الليغا، لاعب جيد.
الكره ما تظهر من 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 هذا اللاعب يعني. وحتى في في هذه المباراه لوكاس فاسكيز على تنفيذ الضربه الحره المباشره لاعبات الرداد لعبت واصطدت وتسديده اخرى. لاحظ 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 يوم التقى الفريقين التقدم للريال والتسديده الكرة إلى كازيميرو التسديدة قوية لكن إلى خارج أرضية الملعب عند دقيقة 42 باتشيكو اللي هو من ناشئي ريال مدريد حارس مرمى ألافيز راح يدفع هذا المبلغ اللي هي أعتقد مرة واحدة فقط. تسديد جول تسديد جول كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول لمصلحة الريال. 298 هدف أصبح الآن كريستيانو رونالدو. لكن لمسة جميلة من كريم بنزيما كريم بنزيما واللمسة الجميلة الباص الجميلة الحقيقة إلى اللاعب القريب كريستيانو رونالدو يسكنه في شباك باتشيكو وبذلك يكون ريال مدريد تأخر الحقيقة في تسجيل الهدف الأول ولكن هذا هو الهدف الأول. لمسة جميلة جدا من كريم بنزيما الثاني لمصلحة الريال التسديدة في الجول جول البي بي سي بدأ يعمل الآن بشكل يعني منذ أن صنع كريم بنزيما ظهر البي بي سي تقدم كريم بنزيما وباص الكرة مباشرة إلى جاريث بيل مرتدة. لاحظ 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 الهفة التي تحدث ويا سلام يا سلام كريم بنزيما يخطف الكرة ويتقدم ويهيئها إلى جاريث بيل بمشاركة البي بي سي كلهم. كريم بنزيما بالصناعة كريستيانو بتسجيل صراع الآن صراع يعني الريال في الطريق لكي يصل إلى النقطة رقم أمام بدأ يضع نفسه كمرشح حتى لعبور البي اس جي في دوري أربعة خلي يأخذ له مكان في الجهة اليمنى التحول إلى كريم بنزيما وكريم بنزيما أعتقد يقف في موقف تسلل. كريم بنزيما يتقدم في يمكن بنزيما وصلت إلى كريم بنزيما ويمكن الثالث أمامك الآن يتقدم لوكاس فاسكيز عنده خيارين عنده خيارين. لوكاس فاسكيز هو عنده 3 أهداف في الليغا لكن عنده خيارين 298 هدف مع أدبلا جولين مع تسديدة قادمة لكن إلى خارج أرضية الملعب تسديدة جاريث بيل. كريستيانو الهدف رقم 13 له في الليغا وكريم بنزيما يعمل على كريم بنزيما يخلص وكريم بنزيما يسدد لكن مستوى الأوروبي يعني وحتى برشلونة عنده لعبة الضربة الركنية عالية الرأسية لكنها إلى خارج أرضية الملعب. أعتقد فاران المدافع اللي يتقدم عادة إذا كان سيرخيو راموس حاضرا يعني يتقدم مع سيرخيو راموس للجماهير إلا بعبور البي اس جي في دوري الأبطال يمكن الثالث يمكن الثالث يمكن الثالث الثالث للريال كريستيانو رونالدو 299 كريستيانو رونالدو 299 في الليغا 299 هدف في الليغا الهدف الثاني له شخصيا الثالث لمصلحة الريال. لا على ليغانيز نعم مو فريق كبير ألافيز مو فريق كبير ولكن يهمك هو البي اس جي اللي الآن الريال ممكن يسجل اللي يلعب يتمرن مع زيدان يتمرن مع كريستيانو بالضربة الحرة المباشرة مو مستعجلين على لوكاس فاسكيز يلعب بثقة وبهدوء الحلني لين يعود إلى ريال مدريد. لاعبين يكلفون يا أخي فاسكيز على أساس يستلم الكرة جاريث بيل اللي يرسلها إلى الأمام الرأسية ولا اللقطة كرة فاسكيز يتقدم طولها يسدد لكن هتصد. جميل هذا اللاعب صراحة إيش زينة هذا اللاعب إيش زينة هذا اللاعب ترى قصر القامة ما يعني ما 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 له ما له علاقة مو بقصير يعني ما له علاقة الموضوع نهائي. نو يسيطر على الكرة كريستيانو يحاول يمرر التسديدة ولكن باتشيكو يعني هالمرة من كريستيانو أنت في واحد حتى في كرة القدم يا أخي ترد الجميل ترد الجميل بمدريد شوف يا أخي السجل الرائع
فليت واضح ان العلاقه حميمه ربما اكثر واكثر مثل سهوله محاوله الريال. الكره مباشره من جاريث بيل الى خارج الملعب، تقدم